أعزائي تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي، مرحبا بكم. سوف نتطرق اليوم في مادة الرياضيات إلى كيفية إنشاء مستقيمين متعامدين، ثم في مرحلة ثانية إلى كيفية إنشاء مستقيمين متوازيين. رسم مستقيمين متعامدين. في البداية نرسم مستقيما دلتا، ثم نأخذ المزوات ونضعها على المستقيم لنرسم نصف مستقيم، ثم نأخذ المسطرة ونمدد نصف المستقيم لنحصل على مستقيم دي، وهكذا نحصل على مستقيمين متعامدين يكونان زاوية قائمة. الآن سوف نرى كيفية رسم مستقيمين متوازيين. نضع المسطرة على الورقة، ثم نضع المزواة عليها ونرسم نصف مستقيم. نزيح المزواة بعض الشيء على المسطرة لنرسم نصف مستقيم ثاني، ثم نأخذ المسطرة لتمديد نصفي المستقيم. وهكذا نحصل على مستقيمين دلتا ودي متوازيين. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا، وإلى اللقاء في شريط جديد.